نجاح كبير لمسلسل موسى في رمضان اللي فات بس انت كان في خصوصيه كده في الخط الدرامي بتاعك حتى كان وقت عرض المسلسل كانت ناس كتير بتتكلم ان الخط ده ممكن يتعمل مسلسل لوحده انا عريض ده فعلا على الفيسبوك شفت ان في ناس يعني نقاد فنيين قالوا ان ده خط يتعمل مسلسل لوحده وان العلاقه حلوه بين صباح وشداد آه وكنت اتمنى انها تبقى اقوى اكتر على فكره جوه المسلسل آه بس كانت الخطوط الدراميه كتير جدا وبتجري ورا البطل يعني بيسافر وبيروح وبيجي وكده فكانت الخطوط الدراميه متشعبه قوي ف بس على العموم كانت حلوه يعني. كواليس الشغل مع رياض الخولي ومع بقى المسلسل محمد رمضان كانت عامله ازاي؟ المجهود كان باين على الشاشه بصراحه. استاذ رياض الخولي استاذ عظيم واحنا يعني تلامذة واحنا بنشتغل معاه طبعا وكل الحاجات الكويسة اللي كانت موجودة في المسلسل وراها مخرج مهم جدا محمد سلامة مخرج عظيم وشاب ومثقف وبيقدم وقدم حاجة جديدة خالص أنا شايفة أنه كان يستحق جوائز عن المسلسل ده بصراحة لمجهوده هو مدير تصوير عايزه تنيل معاكي للسينما انت يعني أنا عارف إنك دلوقتي عندك تلات تجارب تقريباً لسه ما طلعوش للنور، لكن بالك فترة كده مش زي زمان في السينما يعني مركزة أكتر دراما، هل في سبب معين لده؟ ما كنتش بتلاقي العمل السينمائي اللي يبقى فيه عبير صبري؟ بص هو عموماً الإنتاج السينمائي قليل في مصر مش كتير ومحصور في في, في شلة برضه، يعني ايه اه شلة بتشتغل مع بعض، ناس ما بيشتغلوش غير مع بعض، وبالتالي الفرص يعني الإنتاج قليل والفرص كمان بتبقى قليلة لكن احيانا بتحصل فرص تانية خارج يعني خارج الاطار المقفول ده فاول ما بتحصل يعني يبقى في افلام تانية ناس تانية غير الشلل بتلاقيني موجود ايه اللي انت خلصتيه بقى في الثلاث افلام وخلاص جاهز للعرض وايه اللي إيه خالصين ليله العيد والهارون هارون واتنين طلعت حرب يعني كنا عايزين نعرف اي تفصيل عن اي شخصيه في الثلاث اعمال العظيم انا انا عمري ما حكيت عن شخصيه ولا دور لانه هحكي ايه حدوته يعني ما فيش حاجه تتحكي الدور او الشخصيه اللي بتتلعب لازم تتفرج عليها تشوفها لكن لكن اوعد الناس ان انا عامله حاجه كويسه يعني ده اللي اقدر اقول معروف عن عبير صبري انها ايقونه جمال ودايما يبقى في سؤال كده هي بتعمل في نفسها ايه عشان تبقى كده؟ عظيم ما بعمل في نفسي قاعده على الكنبه طول النهار ومؤخرا بعمل دايت شديد وبشرب ميه على قد ما اقدر وبحاول ان انا ابقى مرتاحه نفسيا طول الوقت ما نفسي في صراعات بقضي وقتي مثلا اتفرج على مسلسلات وافلام على نتفليكس طول الوقت فبستفيد يعني بستفيد ان انا اطور نفسي واشوف قد ايه في فن متقدم في كل مكان في العالم فدي حاجات انا بعملها يعني مش عايزه اقول الحاجات اللي الناس بيقعدوا يتريقوا عليها السلام الداخلي اقول لك كده والله, والله اقول لك اهم حاجه النظافه من جوه السلام الداخلي بتاعك التوازن بتاعك وطبعا عادي زي زي بنت بهتم بقى بشعر يعمل حمامات كريم وحمامات زيت وما يكونش عندي شغل ما بحطش ميك ابدا 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 آه يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني ابقى متوازنه تقدر طيب تصريح كده عجبني قوي لا بشد ولا بنفخ انا امر الزمان طبعا انا امر الزمان من غير اي حاجه وانا اللي يعني بينرفزوني ساعات لما يقعدوا يكتبوا عمليات تجميل فانت بتقول لا معلش يعني انا معروفه من ساعه ما طلعت يعني وشكلي هو هو ولا في عمليات تجميل ولا في غيره ده انا فرق شعري ما بغيروش يعني انا على طول الفرق شعري من نص وشعري ليس فالناس تقعد تقول لي طب غيري يعني وحتى هنا يا حرام الكوافير بيبذل معايا مجهود عشان يلم يعمل لي حاجه لان انا ما بحبش التغيير فانا شايفه ان انا شكلي من ساعه ما بدات هو شكلي وانا حلوه من ساعه ما بدات هو طبعا ما يصحش ان الواحد يقعد يقول الحاجات الصغيره دي بس انت بتضطر تصغر عقلك معاهم ساعات اللي بيكتبوا الكلام ده علشان يعني انتوا بت بتصغروا مخكوا هصغر مخي